عندي غير فيه ديالي. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر هنا من منطقه اولاد عيسى، او بالضبط دوار اولاد عيسى سيدي حيا، والتابع ترابيا لجماعه المهايا واد الجديده. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما لاحظناه وما تابعناه رفقه الساكنه هنا بمنطقه او بدوار اولاد عيسى مؤسف صراحه للغايه، لانه هناك مشاريع لديها ميزانيات لم تكتمل، هناك مشاريع ترصدت لها ميزانيات يعني بمعايير وبشروط لم تحترم على ارض الواقع. هناك مقبره لديها سور او حائط ب 700 متر، نجد 20 متر او 30 متر فقط. هناك عمليه تبليط تم رصد لها غلاف مالي محترم يناهز تقريبا تبليط 300 متر لتسهيل الولوج والمسالك لدوار اولاد عيسى، لم ينجز منها الا 50 مترا. هذا الشيء اللي جاء في التصريحات ديال الساكنه. هناك كذلك طريق تم تدشينها، وكذلك تم رصد غلاف مالي محترم وكبير لهذه الطريق التي تربط مجموعه من الدواوير مع واد جديده، لم ينجز منها ولو حتى القليل من ذاك المبلغ المالي المرصود. هذه كلها خروقات ومشاكل يتخبط فيها ساكنة واد جديدة وبالضبط دوار أولاد عيسى. كان هناك وعد بإقامة راود لم ينجز. الآن الدوار في هذه الأثناء يعيش ظلمة وعتمة كما كنشوفوا معنا. هناك مجموعة من الأعمدة وبالمصابيح يعني موجودة راكبة، لكن لا يوجد أي شيء، لا ضوء، لا حتى المصباح لا يوجد. فمشاهدي متابعي قناة شوف تي في، خليكم معنا في هاد المباشر، واللي غادي يكونوا معنا فيه مجموعة من الساكنة اللي غادي تقربنا من الواقع الذي يعيشونه هنا. هناك أشياء أخرى، هذا فيض من غيد، هذا اللي ذكرناه الآن، لكن هناك أشياء سوف يقولها لنا الساكنة اللي غادي تصرح لنا بها واللي هي اللي كتعيش المشكل. تفضل سيدي، أشنو واقع عندكم هنا بالضبط؟ يا أخو كما تعلم أن بزاف المشاريع اللي تنجزت اللي هي كانت قرب الميكرو عندك عافاك شوية، بزاف ديال المشاريع اللي كان خاصها تخدم ولكن ما تخدم منها، او حتى مشروع واحد يعني كما تلاحظ هنا المشاريع، هنا الطريق التبليط ديال المشاريع ديال الشوارع هنايا كانوا موعديننا 300 متر اللي كيقولوا هما، والان خادمين 50 متر. اجي نشوفوا هاد 50 متر، اجي معايا عافاك، اجيو معنا، حيدوا عافاكم الوليدات الصغار، الله يجازيكم بخير. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، احنا الان على المباشر، نتمنى انكم تبارطاجيو هاد المباشر هذا. هاد كما كتشوفوا معنا ها عمليه تبليط، حنا غنشوفوا هاد 50 متر اللي داروها، الباقي عند 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 المسؤولين. نتمنى انهم يعني يوصلهم هاد المباشر وتوصلهم هاد الرساله هادي. ضووا لنا عافاكم، شكرا لك اخي. كما كتشوفوا ها 50 متر غادا تكمل، فين هي 300؟ زائد انه كما قلتوا لنا انه ما كايناش سقايه، حتى السقايه الماء كيطلق مره في السيمانه. كما كتشوفوا هذا هاد البلاصه تصيبت، واصله غير لحدا داك الطرف الدار، ما واصلاش تما مع الديور، ما واصله. عطينا هنايا عافاك، ها كما كتشوفوا معنا، فهنا هادو ما عليهمش، هنا كاينين ديور لداخل، كاينين 6 ديور هنا ولا واخا. كمل معنا عاوتاني 4، كمل معنا. كما كتشوفوا فات التبليط راه مكملينو غير ب ابيض، ها ما داير الا الطوفات ديال الماء، ما عمرين غير التراب ناقصين منه، وي ها التراب. ها كما كتشوفوا معنا، فهانتم على المباشر مشاهدينا. هذا هو الحد صافي، ها هو الحد، هذا كملوا من عنده، هذا شو البطل وشحال البطل، هذا زرق هذا شهد، هذا راه مول الدار 21. كما كتابعوا معنا مشاهدينا، فهانتم 300 متر موصل الشوارع الاول، ها الشوارع، شكرا على الاناره، غير البرايك كما كتشوفوا معنا. هانتم الناس يشعلوا غير البولات ديال الديور، نعم. ماشي يعطيونا الشوارع، ها الشوارع والو، ها الشارع، ها واش كاينه، ها هو البوله كاينه، ها هي مهرسه وطافيه، نعم نعم.
نعم نعم. الزبوره ديالو باش مدوي على كما كتابعوا مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تيفي. خذ اخويا الميكرو حيد لنا اخويا الدراري الصغار الله يجازيكم بخير. تفضل اسيدي كملوا لنا شنو واقع في هذه الدوار عندكم. هذا اللي كتشوف هو هذا الشيء، هذا انت التبليطه هو تقريبا قلنا 300 متر اللي كيعترفوا به الناس للجامعه ديال وجديده. خدموا 50 متر 250 ما عرفناها فين مشات الاناره. انت كتشوف هي معلقه ولكن لما كنستافدوش منها. انت كتشوف ديال الساكنه كامله الرود قال لك عندكم الرود، حنا الرود ما عندناش. سميتو المقبره خدموا 20 متر وتقريبا 600 متر كلها مازال. يعني فاش كيخرج المشروع يلا كيعطي واحد الحاجه قليله والاخر فين كيمشي ما كنعرفش. انا كما قلت باقي اعادتك يعني كيقول لك رحنا مازالين فوكاش ما نعرف يعني. وهي ما كاينش تقريبا هذه دابا المشروع ديال 2016 اللي كيقولوا هما ديال التبليط ديال هو دابا عاد خدمنا. وبالنسبه للطريق واخا نفوتوا التبليط، التبليط عرفنا شنو واقع فيه، شنو واقع في الطريق؟ بالنسبه للطريق اللي جايه هنا من الطريق هنا تجي على سميتو على 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 اللوزين لا ويسلان نتشنا ولكن ما خدمتش. نتشنا في 2014 2014 ما خدمتش، ما تصاوبت فيها حتى شي حاجه. الحفره دابا ما يمشيش معاها كما كنقولوا حتى البهيمه ما تمشيش معاها. نعم. بكثره الحفاري. نعم. وبالنسبه للماء؟ بالنسبه للماء راه السقايه قلنا راه كتجي نهار وكتمشي سيمانه، والنهار اللي هذيك النهار اللي كتجي كيبقاو العيات متضاربين تما. انا سابقه انت الاخرى كدوانا سابقه خصنا. نعم. دابا دائما نمشيو معاك نقطه نقطه. بالنسبه للمستشفى؟ بس المستشفى كنا كنمشي لوجديده من بعد من بعد الناس هذوك المسؤولين ديال سميتو ديال المستشفى ديال وجديده كيقول لهم سيروا لدويمنيا. يعني دويمنيا راه بعيد علينا ب 10 الكيلومتر تقريبا. واش المراه غادي تمشي؟ ما كاين لا 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 مواصلات لا والو. واش المراه غادي تمشي 10 الكيلومتر حتى لا سميتو الطبيب؟ ما 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 ماشي معقول ماشي معقول. ولهذا كنطلبوا حنا من المسؤولين يعني ياخذوا بعين الاعتبار كما قلنا ويجيو ويشوفوا. لان حنا كيقول لك راه كاين المشروع ولكن فين هو؟ ما كاينش، ما 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 عرفنا هذا الشيء فين كيمشي. تفضل سيدي كمل كملنا شنو واقع عندكم. يعني المساله ديال المعاونه اللي كانت هذا العام في ذاك سميتو يعني في كورونا، يعني كان واحد المعاونه اللي عطاها المحسنين عطاها سيدنا، ولكن كيفاش كان جيو كيشدوا ثلاثه الناس ولا اربعه يعني في الدوار وكتلقى 20 المعاونه ديال الماشيه ولا ديالكم انتوما؟ هذه المعاونه ديال الناس ديال هذيك المواد الغذائيه. نعم. وكاين عاوتاني المعاونه الدعم ديال الشعير اللي خرج عاوتاني تقيدنا وبقينا كنساينو تقريبا ما عرفت 3 شهور ولا 4 شهور. عطينا 80 كيلو. واش هاد 80 كيلو لمن غتكفي؟ واش غتكفي البهيمه وحده لجوج؟ وهذه يعني بزاف الخروقات اللي هي عندنا هنا بالنسبه في هذه المنطقه هذه. باش كطالبوا سيدي؟ حنا كنطالبوا الناس المسؤولين خصهم يديروا المراقبه لهذا الشيء ويجيو يشوفوا هاد الناس شنو كيتعاملوا مع المواطن. وربط المسؤوليه بالمحاسبه. اي الله يرحم الوالدين. وهذا هو اللي كان عاود ناكدوا عليه، لان دابا شحال المواطن اللي كيغضب ما كيبغيش ينتخب على سبب هاد الناس بهاد المعامله اللي كيتعاملوا هاد الناس. نعم. ديال الجماعه. ولكن خاصكم تعرفوا على من كتصوتوا. هذا انا وكتصوتوا كيوعدك بان راني غادي ندير وغادي نفعل، ولكن فاش كيطلع صافي كيعطيك بالكفه، ما صافي ما كيبقاش يعقل عليك، ما يبقاش يشوفك كاع. هادشي تواصلتوا مع الرئيس ديال الجماعه؟ كنشكيو نجيو للجماعه تقريبا كل سيمانه وكانش خلينا فينا والو. كيقول لك حقا واخا دائما واخا واخا دائما كيتصوت ما يخسر خاطر ما يصاوب خاطر. صافي هو ما كيقول لكش ما نخدمش ولكن ما غيخدمش وما كيقولكش راني ما غاديش نخدم. وهذا هو. شكرا لك شكرا لك. وكما كما كتعرفوا شكرا لك. وناخذوا كل اخ تفضل نسمعوا الكلمه ديالك. كما كتسمعوا متابعينا ومشاهدي قناه شوف تيفي، فالناس يعني ناس بسطاء، ناس كما كنقولوا دراوش مغاربه حرار باقيين متشبتين بالتراب ومتشبتين ببلادهم. فهذا الشيء كنطلبوا من المسؤولين، لا داعي انه نبقاو نضغطوا على الناس ونحرموهم من الاساسيات، لانه فين غنصيفطوهم؟ واش بغيتوا تصيفطوهم للمدن؟ المدن راه عامره حتى هي. إذا شكون غيخدم البلاد بعدا؟ ومع العلم أن منطقة واد جديدة من المناطق الغنية لا بالثروات الطبيعية ولا بالفلاحة ديالها، لأنها كتعتبر خزان لزراعة زيت الزيتون والزيتون بالضبط ومجموعة ديال البواكير وديال الحوامض اللي كتنتج من هذه المنطقة. فسنويا فالمحصول ديال هذه المنطقة هذه ما عندناش أرقام مضبوطة، ولكن على حسب كما كيقولوا لنا الساكنة هنايا فراه المئات الآلاف ديال الأطنان اللي كتخرج من هنا ديال الزيتون. وعدد من المعصرات اللي معروفه بمنطقه ديال واد جديده من هنا حتى للمهايه كلها معاصر ديال الزيتون. اذا كنطلبوا من المسؤولين الله يجازيكم بخير، ما نقولش لكم ديروا، غنقول لكم استثمروا في هذا الشيء اللي موجود عندكم. تفضل استاذ اش باغي تقول؟ اخويا هنا ضايعين هنا. نعم، شنو هو الضايع اللي ضايعين فيه؟ قرب الميكرو عندك شويه عافاك. ضايعين من جميع المسائل كامله. نعم. احنا تنشوفوا الشوارع هما طافيين دابا.
ودابا لو وصلت الساعة العشية ما تقدرش تخرج لا انت لا بنتك. الساعة العشية ما تدرك الشمس، الشمس تغيب صافي هنا الدراري تجلس في دارك. وليداتكم وليداتكم في القراية كي كيديروا؟ القراية لا كونيكسيون لا والو، تيجيبوا لنا تلقى لواتا تيقول لا كونيكسيون. نعم هادشي اللي قلتو لينا 20 متر وفين شاف هادشي اللي صرحتو به وي شفنا داكشي مصبوغ راه ما يبان ليا بلا مجير داكشي انا نمشيو للمقداره الاخرى نيت ولاد سيدي يحيى راه الثور طاح فين الناس ولاد سيدي يحيى داير لها غير كرياج واقيلا وحنا مكملين لها بالكرياج هذيك تيقولك في الاعاده ديال الشطر الاول داروا لها الكرياج نعم كنعتذروا على الانقطاع ديال هذا البث مشاهدينا مشاهدي قناه شوف تي في كنعتذروا لان الشبكه كما سمعتوا كما جاء على اللسان ديال الساكنه الشبكه شويه متعطره هنايا تفضل اخي كمل الكلمه ديالك باش نختموا ان شاء الله هذا البث المقداره ها هي داروا لها تيقولك ها الشطر الثالث تيقول لك ها هي لما تبغوا توجهوا النداء ديالكم الان النداء لصاحب الجلاله الله ينصرو هو اللي غادي يشوف لنا من الحاله ويشوف هاد الناس هادو الرئيس ديالنا انتخبنا عليه قال له المسائل عنده المصالح ديالو تما ما في كي داروا له هما قانون ديالهم جراو عليه بقينا حنا لا عضو لا والو في غادي نمشي التجؤوا لصاحب الجلاله نصره الله هو اللي يفك لنا هاد الشيء هذا نحاسبوا هاد الناس اللي كلاو هاد الشيء كامل ويتحملوا لنا حنا على ظهورنا يسعوا بينا سيدنا يعطينا يعطينا وحنا وهما ياكلوا سميتو الناس كاين اللي هاجر طرح حنا شناهم ناس هاجرت لا مال كنشوفوا دواور اللي خواو كاملين دواور وتا حنا عندنا هنا دواور خواو راه تشوف الديور راهم بقاو مخاربه دعم الزيتون وهادشي كيخلق غير المشاكل تيقيدونا ما كاين والو الشعير اللي عطاو غير الفلان والفلان حنا الطريق ها هي واحد الطريق هنايا ما فيها لا سكان لا والو صوبوها حنا وحنايا شكون اللي سبق؟ وحنا دابا جينا حنا سبق علينا حنا ها هي عندنا حنا في القبيله حنا عبرنا 50 متر ولقيناها كملت حنا دوزناها في المباشر ما فيهاش الديور وسرحوها الشريف ديالي ياك داروا غا 50 متر وحنا عبرناها في المباشر ما داروها في الوسط ما كملوا من تحت ما كملوا الديور هما الديور كما كتشوفوا معنا الديور ها هما ما كاين والو حتى حاجه ما كاينه اذا هذا الشيء مؤسف شكرا لك وعاش الملك شكرا 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 لك سيدي نتمنوا الرساله ديالكم انها توصل ويكون هذا الشيء يعني ويلقى الاذان الصاغيه الله وعسى المسؤولين انهم يحاسبوا هاد الناس هادو لان هذه اموال عموميه هذه اموال دافعي الضرائب فلا داعي انه ان يعني نتلاعبوا ولا ندخلوا في هذه المسائل اللي كتضر بالمصلحه ديال المواطن اولا وكتعطي نتائج اللي غير مقبوله لانه ملي كنقولوا دوار مشى كامل فعلى الاقل 200 شخص ولا 300 شخص هي هبطات للمدينه غادا تزاحم على الكرة غادا تزاحم على الخدمه غادا اذا كنخلقوا المشاكل من 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 الاساس الله يجازيكم بخير المرجو ربط المسؤوليه بالمحاسبه هاد الناس كيتسناو الكثير منكم المسؤولين كيتسناو من المنتخبين ديالهم انهم يشجعوهم لانه باش غتشجعوهم غتشجعوهم بالعمل غتشجعوهم بالتواصل ديالكم غتشجعوهم بالاستماع ايجابي اذا كنتمنوا ان المسؤولين يكونوا واعين بالمسؤوليه اللي ملقات على العاتق ديالهم وانهم كيتعاملوا مع رعايا صاحب الجلاله وصاحب الجلاله شخصيا كيوصي وكيعاود يوصي على هذه المساله المرجو تفعيل مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه شكرا لكم متابعي مشاهدي قناه شوف تي في كنا معكم اليوم في واقعه من الوقائع اللي صراحه يندلها الجبين لانه ملي كنلقاو ان ميزانيات مرصوده وما كاين حتى شي حاجه على ارض الواقع فهذا الشيء مؤسف ومؤسف وكيخلينا ديما كيرفع من الاحتقان الاجتماعي ديال الناس فهاد الناس هادو ما كيطالبوا بوالو كيطالبوا بمسائل اللي من حقهم واللي كما كيقولوا صاحب الجلاله والملك نعطانا كل شيء وهاد الناس حرمونا من داك الشيء اللي عطانا سيدنا شكرا لكم متابعينا كان معكم منير من واد جديده ولاد عيسى سيدي يحيى الى اللقاء